انا بساله سؤال لقيته مقبل على الاجابه من قبل ما اكمل السؤال، فانا بشكر حضرتك على كرمك. وانا متاكده ان كرم حضرتك ده مش مع وزاره التضامن فقط، ولكن كرم مع حضرتك يعني المقصود به هو تشجيع الايدي العامله المصريه وتعظيم فرص تسويقها ومنتجاتها. يعني انا بقول ان احنا يمكن في هذا المعرض يعني في المنيا في عروس الصعيد التي جمعت بين السياحه والجمال والاصاله ودمياط العظيمه اللي بنقول ان فيها اقل نسبه اميه واعلى انتاجيه واقل بطاله، فالحقيقه لنا الشرف ان احنا النهارده نكون ما بين هذين المحافظتين اللي تشرف وزاره التضامن الاجتماعي بالعمل معهم، واللي دايما بقول ان شراكتنا مع الساده المحافظين ان شاء الله هتخلي مصر اجمل، لان كل محافظ وله كثير من القضايا، واحنا كمان بنحتاج المحافظ في كافه شغلنا الحقيقه، وهم جميعا يعني بوجه ليهم الشكر من هذه المنصه، سواء محافظ دمياط ومحافظه دمياط ومحافظ المنيا، لكن كل المحافظين بيقدموا لنا دائما يد العون، فبشكر التنميه المحليه.